هل البكاء على الميت يؤذيه؟ إذا كان بكاء مصحوبا بالنياحة والتسخط على أقدار الله، وكان الميت قصر في تعليم أهله، يؤذيه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني البكاء المصحوب بالنياحة والمصحوب بالاعتراضات على الشريعة أو الوصية به، كما كان قائل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي.